اليوم سوف نتعرف على طريقه وكيفيه اضافه الجانب الامامي من رخصه السائق على تطبيقك الخاص اندرايف سوف نتعرف على هذه الطريقه من خلال الضغط على هذه العلامه في الاعلى ثم بعدها سوف يقوم بالظهور معنا نافذه على هذا الشكل ثم بعدها سوف نقوم بالضغط على البروفايل هنا يعني صورة البروفايل نأتي إلى هذه النافذة الخاصة نضغط على رحلات في المدينة ثم سوف يأخذنا إلى هذه النافذة الموالية هنا في هذه سوف نقوم بالانتظار نضغط على رخصة السائق ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هنا نضغط نأتي إلى الجانب الأمامي من رخصة السائق تقوم بالضغط على إضافة صورة ثم يكفي أن تقوم بالضغط على هنا ليقوم بأخذك إلى نافذة صورك لكي تقوم بإضافة الجانب الأمامي من رخصة السائق وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك والتقي في فيديو آخر إن شاء الله